انا اتفق معاك بشكل كبير كابتن بركات، زي ما انت قلت في احداث اللقاء. خلي بالك ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان فيه لعيبه بتلعب مع كاس العالم للانديه، كانت بطوله قويه جدا، فكان عندك اصابات كتير وعندك احمال عاليه بشكل كبير جدا، لعيبه كانت بتلعب مع المنتخب، فده بيأثر بشكل كبير. تاني حاجه انت عارف الماتش طبعا كان فيه الفتره اللي فاتت فيه احداث كتير ولغط كتير في الجماهير وفي الجماهير، والحاجات دي برضه بتعمل لك شوشره. بس النهارده لما جينا نتكلم النادي الاهلي الاداء مميز نوعا ما في فترات من ضمن اللقاءات، يعني النهارده الجون بتاع افشه لوكانجي كانت الموضوع فاتح بشكل كبير جدا. عنصر طبعا خلي بالك السودان ده كده التوقيت بتاع الدنيا تبقى حر شويه، انت عارف الجو هناك صعب بره حر جدا. كانوا بيشتكوا من الحراره فعلا، والمباراه المفروض كانت الساعه 6 فتقدم ميعادها ل 3، فده اكيد اثر بزياده على اداء اللعيبه وعلى مجهودها. طبعا زي ما انت شايف طبعا انت عارف الحر بقى قوي جدا وصعب جدا والرطوبه عاليه جدا، واحنا لعبنا في السودان وعارفين، فاكيد اللقاء النهارده من المجمل العام النادي الاهلي خد اللي هو عايزه نوعا ما. ان شاء الله الفتره اللي جايه شايفين لما اللعيبه كلها ترجع تاخد الشكل المعين من الراحه وسعاده الشفاء بشكل كبير واستقرار كمان، يعني احنا مبسوطين من النادي الاهلي. والاصابات كمان يا ابو مسلم، يعني النادي الاهلي برضو بيلعب برضو من غير لعيبه مهمه جدا، يعني برضو ما تنساش الشناوي مش موجود، اكرم ربنا يشفيه مش موجود، بدر برضو ربنا يرجعه بالسلامه، بيرسي تاو مش موجود، ايمن اشرف، فبرضو في مجموعه كبيره من اللعيبه اكيد يعني تفرق مع النادي الاهلي في حاله ان هم موجودين وجاهزين. فريق تاني زي ما انا قلت لك برضه، قلت لك يعني في لعيبه النادي الاهلي افتقدها في اول كلامي اللي هو في كاس العالم للانديه واستهلاكها مع منتخب مصر الفتره اللي فاتت، فكان عليها لود كبير جدا، فدي حصل معاها اصابه زي ايمن اشرف كان موجود شلناه، وطبعا فدي قوه كبيره وعناصر مؤثره من القوام الاساسي الموجود في التيم في النادي الاهلي. بس احنا بنتكلم عن مجمل الاداء نوعا ما، الاداء النهارده نقول النادي الاهلي تلعب النتيجه اللي هو كان عايزها، اللقاءات الفتره اللي جايه هتبقى احسن بشكل كبير، الاداء هيتحسن، في استقرار شايفينه مجلس اداره النادي الاهلي في الموضوع موسيماني اللي هو في استقرار اللي هو راجل هيجدد خلاص او هيجدد خلاص، كل حاجه موجوده، فدي كلها بتعمل استقرار للفريق، اللعيبه كلها بتركز حاله موجوده في النادي الاهلي. وبعد انا شايف كاس العالم للانديه الدفعه القويه الكبيره اللي عملوها اللي هو مكسب الهلال طبعا عمل طفره كبيره جدا وعمل استعاده ثقه بشكل كبير من اللعيبه الموجوده طبعا. طيب ابو مسلم، انت دلوقتي لو بتفكر بدماغ مستر موسيماني، طبعا انت عارف ان انت الجوله اللي جايه هتبقى ان شاء الله يوم الجمعه، وهتلاعب مثلا الفريق اللي بينافسك على الصداره، هتلاعب سان داونز، اكيد الفرقتين عارفين بعض، لعبوا مع بعض كتير الفتره الاخيره. ولكن قبل سان داونز طبعا في مباراه اكيد برضو النادي الاهلي بيفكر في الثلاثه بونت قدام مصر المقصه، فانت لو بدماغ موسيماني هل شايف ان موسيماني هيعمل تغييرات كبيره في الفريق في مباراه المقاصه عشان يريح اللعيبه؟ بص يا كابتن مرقات، زي ما انت قلت اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يتعود على جميع المواقف، النادي الاهلي ما بيلعبش على بطوله واحده، انت عندك بطوله مفضله اللي هي موجوده بطوله افريقيا طبعا، والبطوله الثانيه اللي بعديها على طول الدوري العام، النادي الاهلي بيلعب في بطولات هنا وهنا، فمش هيقدر يفرط في دي او بيقدر يفرط زي ما بنتكلم فيها، بس احنا بنعمل ايه؟ بنعمل التزام بالناس اللي موجوده. هو اكيد انت عارف اي مدير فني عنده قوام اساسي لعيبه ما عندهاش غنى عنها، اللي هي موجوده الموجود خط الدار، الناس الموجوده عنده في نص الملعب، عنده مثلا في اصابات او في حاجات بيبقى خايف عليها شويه، ممكن بينزلهم شويه لما يطمن في النتيجه ويقدر يطلعهم عشان ما يحصلش اصابات او تتفاقم من الاصابه اللي موجوده. فانا شايف الراجل هيشتغل بالشغل بتاعه العادي جدا، اللعيبه الموجودين اللي هم هيبدا بيهم اللقاء، ومع سير اللقاء انت خلي بالك يا كابتن بركات ان الدنيا تتحسن شويه والنادي الاهلي يقدر يجيب يخلص اللقاء من بدري شويه، هيبتدي يريح اللعيبه اللي هي عندها مشاكل، اللي هي مصابه مجهده شويه الفتره اللي فاتت، اللي ما خدوش قسط من الراحه بشكل كبير، ما عادوش بعد شفاء عندهم بشكل كبير. فانا شايف هو هيبتدي كده، لا يمكن هيبتدي بالصف الثاني زي ما انت قلت، او اللعيبه اللي كانت قاعده احتياط الفتره اللي فاتت وتنزل، هيحصل فيه دروب كبير جدا خلي بالك. لا طبعا، هو انا عامه ببقى ضد موضوع الصف الثاني، يعني انا ببقى موضوع يعني ان انا اغير الفريق كله، ده موضوع يعني ضده، وشفنا حتى الزمالك اما غير المباراه الاخيره ناس كتير جدا في مباراه سموحه ما كانش في مصلحه نادي الزمالك. كابتن احمد ابو مسلم نورتني وشرفتني في الريمونتادا، واتمنى ان انت قريب باذن الله تكون ضيف معانا هنا ان شاء الله.